أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قولكم في من يطلب منه أن يؤتى له بسحر لفلان من الناس فيحضر ذلك الرجل السحر لذلك الرجل الذي يريد أن يضره؟ ما يحتاج، هذا واضح أن هذا مفسد في الأرض، ويجب إذا ثبت أن هذا طالبه وإذا جابه أنه يحكم على الجميع بالعقوبة. نعم.